اسمي والدي بس مواليد مادبة وصاحب مشغل الفسيفساء. في 2004 خلصت الجامعة وبعدين صرت أبحث عن شغلة ثانية منها بدخل لإلي مصدر دخل لإلي، فشوفت شغلة الفسيفساء كثير ممتازة، حكيت على أساس أنه أظن فيها سنة سنتين، بعدين أخذت ل 12 سنة والحمد لله شفت فيها إبداع وشفت فيها تميز في الشغل وهينا فيها. ماذا بمشوه بالفسيفساء؟ لأنها كانت عاصمة الفسيفساء في العهد البيزنطي. وثاني شغلة اللي فيه كثير من البيوت اللي موجودة في مادبة، البيوت القديمة أرضياتها والحيطان تاعتها مصنوعة من الفسيفساء اللي بتنتمي لعلها للعهد البيزنطي. ولحد اللحظة هاي في اكتشافات وفي حفيات كل فتى وفتى بقوموا فيها المختصين باكتشاف فسيفساء قديمة. وأنا كابن مادبة يعني تربيت وتبعت وشفت إنه الكثير من البيوت القديمة كانت الفسيفساء موجودة فيها، وبفتخر أهل مادبة بوجود الفسيفساء القديمة. أول شغلة بنختار رسمة معينة موجودة بالنسخة عنها موجودة بالكنيسة من كنائس مادبة، وإلها بتمثل رسمة معينة، بتمثل إلها معنى معين فذاك الزمان. على سبيل المثال شجرة الحياة، أو على سبيل المثال الشمس، أو على سبيل المثال عناصر الحياة. بعد ما نختار رسمة بنجيب قطعة قماش وبنرسم الرسمة اللي احنا اخترناها على قماش. بعد هيك بنجيب الأحجام من أماكن مختلفة من الأردن، و 99% من الأحجام اللي بنستخدمها بالفسيفساء أحجام طبيعية، وهذه كثير مهمة طبعاً، الأحجام الطبيعية اللي بنستخدمها. ولما نجيب الأحجام نجيبها كقطع بيج، كقطع كبيرة بيج بيسز، وبعدين في عنا تحت منشار بقطع القطع للشكل اللي أنت شايفه هون، وبعديها بنلزق الحجر على القماش هون بمي وطحين، مادة المي وطحين اللي هو بكون هاي يعني مؤقت الجلو اللي بنستخدمه، الغير اللي بنستخدمه. ولما نهي طبعا هذا هو الجزء العكسي من الشغل، لما نهي الشغل بنجيب اطار حديد وبنعبيه اسمنت ابيض ونمسك اللوحه وبنقلبها على الاسمنت، بعدين بنستخدم مي ساخنه على اساس يشيل قطعه القماش اللي بتمسك الحجم مع قطعه القماش اللي بتمسك الحجم، بعدين بنمسكها ونحطها تحت الشمس 3 ايام 4 ايام على اساس تكون جاهزه للاستعمال بعدين.